غير متوقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بيهز أشرف حكيمي النجم المغربي بأمر صادم وخطير عن المنتخب المغربي. لن تصدق أيها المتابع ماذا قال ميسي عن المغرب ونجومها. قبل كل شيء لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديدنا خلال الفترة المقبلة. ويلا بينا إلى التفاصيل. ليونيل ميسي في بداية حديثه أكد أن علاقته رائعة جدا 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 بالنجم المغربي أشرف حكيمي. أيضا ليونيل ميسي تطرق إلى الحديث عن المنتخب المغربي وأكد بأنه منتخب كبير ومنتخب مرعب ومنتخب تطور خلال الفترة الماضية. أيضا ليونيل ميسي أكد بأن تواجد أشرف حكيمي وتواجد لاعبين كبار في المنتخب المغربي هيخلي المنتخب المغربي يعمل أداء عظيم جدا في المونديال. وميسي توقع بأن المغرب هتصعد من مجموعتها التي تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا. في نهاية الأمر هذه كانت تصريحات ليونيل ميسي عن المنتخب المغربي. ونتمنى إن شاء الله يا أسود الأطلس إنكم تكونوا على قدر تطلعات الجميع من محبيكم وعشاقكم في كل أرجاء العالم.